السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الموضوع ديالنا هو الكرموس الهندي اللي غلا حتى هو في السوق. كلشي غلا في البلاد. الكرموس الهندي اللي كنا كناخذوا ب 4 دراهم. اه عشت عمر ميكا تعمر ميكا ب 5 دراهم. ميكا حدا كدا 10 5 دراهم. حبة ب 5 دراهم. مشكلة دابا خرجوا على البلاد. واخا وشنو السبب ديال الغلا ديال الكرموس؟ السبب ديال الغلا خويا شي كيقول المازون. قبل هادشي كل واحد واش كيقول؟ شي كيقول هادشي هذا الفلاح مواليه واللي مالينو واه ما عندنا منين نشدو خويا. انا ماشي المشكل ديالو هو ان واحد البكتيريا اللي هجمات على الدراك وسميتو حسب ما كيدور وكيروج في المواقع ودابا الكرموس يقلل. دابا كاين اللي عنده الكرموس قليل كاين اللي ما عندوش. هذاك اللي عنده الكرموس قليل كيبيعو بالثمن فهمتي. كاين اللي كيبيع كرموس تما ب 5000 صافي الصندوق 5000 الصندوق تما عاد كيجيبو بيعو الشراء هنا كيصيح عليه كيجيبو كيوصلو هنا كيصيح عليه شحال كيصيح عليه باش يوصلو هنا كيوصلو عندو ب 5800 ولا 6000 ملي كيوصلو ب 6000 الصندوق ما عمرش هذيك العماره اللي كانت الاولى هذيك البراكه اللي كانت كيجيبو الفلاحه كان الصندوق كيجيبو لك عامر مكوك. دابا هذيك العماره ما بقاتش ولا كيجيك الصندوق بلا الصندوق ب 5000 6000 ريال 6000 على 200 خاصك تبيع الكرموسه ب 3 درهم 4 درهم بغيتي تدخل في الصندوق ما بعتهاش 3 درهم ما غيتلقاكش فهمتي. شي مناطق وصل الكرموس 20 درهم اللي سمعنا كرموس الباكور ماشي هذا لا كرموس هذا 20 درهم الحبه 20 درهم الحبه ما عمرني الشهر ما عمرني سمعت انا 20 درهم الحبه سمعت انا مؤخرا الحبه ب 8 درهم حبه صغيره هكذا ب 8 درهم الحبه باش يبيعها واحد تحت كيبيع فيها 8 درهم الحبه حيت جيبو هو غالي جيبو ب 12 في الصندوق 12 باش خلص الصندوق مسكين جيبها جوج صنادق جوج صنادق ب 24000 دابا ممكن تشرح لنا يعني هذا الكرموس الهندي عندكم هنا استفادات متعدده. دابا هاد السيفات مدير تا هو السيفات على حساب الكليان. دابا اللي جا كيقول لي هالكرموس هذه 10 هذه الدرهم هذه 30 هذه 60 هذه ما فهمتش باش هو يسلكو مسكين ماشي على حسب يعني هما نفس الماركه يعني من بلاصه وحده هي ماركه وحده ها هي الدرقادة في رقيقه وفي الغليظ فهمتي. دابا ملي كيجي كيحزن الغليظه بوحدها ورقيقه بوحدها على حسب الحجم ديال الكرموس على حسب الحجم ديال الا كانت غليظه غد الثمن ديالها بوحدها. كاين الاقبال ديال الناس على الكرموس واخا غالي ها كاين الاقبال على الكرموس واخا غالي بحال هاد زعما الناس كيجيو يتقداو الناس اللي عندها الفلوس كتاخذ الكرموس ب 5 درهم غليظه اي هذاك عنده الفلوس وكاين اللي ما عندوش مسكين ما ياخذهاش ب 5 درهم كل يدير 10 درهم يقدر حتى 10 درهم صغيره ما يقدرش ياخذ علاش؟ هذا مكرم بزاف والصير عدو وكاين بزاف ديال الحالات ماشي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بغيت تهضر لنا على الكرموس هذا العام غالي بزاف وانا عارف الاسباب ديال الغلا ديالو وكنعرفوا بانه الكرموس وصل حتى ل 10 دراهم واكثر من 10 دراهم اللي سمعنا بغينا تشرح لنا علاش الكرموس غالي. في الاول في الله دخل كان واصل هذاك الثمن دابا الحمد لله هبط شويه فهمتي كان واصل تقريبا كان كيبيع 300 درهم الحبه 10 درهم 300 درهم بحال هذه كانوا كيبيعوها ب 160 على حساب. دابا كان ذاك الكرموس كانت فيه واحد المرض هذاك العام كان قليل شويه كل اللي كيقولوا على حساب المرض كل اللي كيقول ماشي السبب ديالو هو التصدير لبرا هادشي كيكون بحال هذا الشكل هذا الشيء بحال دابا قليل شويه فهمتي كيصدروا لبرا وقليل كي اللي كيقول المازوت فهمتي كل واحد شنو كيقول. دابا نتوما الصندوق مزيان مخير وماركه مخيره شحال كتاخذوها في الجبل؟ حنا دابا الصندوق كناخذو ب 6000 ريال مخلط 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 اه كاين رقيقه كاين الغليظه فهمتي حنا كنعزلوها باش كلشي ياك الصندوق اللي هو معزول ومزيان وكذا شحال داير؟ كاين الصندوق مزول ضروري كيخلطوا فهمتي كاين الصندوق واصل شي 7000 ريال حتى 350 درهم هذاك الصندوق اللي واصل 7000 ريال تقدر تبيع الحبه الكبيره بحال هكا تقدر تبيع 3 درهم الحبه بحال هذه كبير 3 درهم وهذه غتبيعها ب 50 هذه فهمتي قد ما تزاد الشامه كتزيد شي شويه باش حتى يبقى لك الشوك هذاك الشيء باش حتى يبقى لك شويه فكري كما كنعقلوا كناخذوا الكرموس ب 10 ريال كتاخذ صندوق ب 300 درهم كتاخذ صندوق ب 300 درهم اه في 2016 2017 كنت كتاخذ صندوق ب 300 درهم. دابا شحال كتاخذ صندوق دابا؟ دابا كتاخذ ب 6000 6000 ريال اه انا بلاصه الكرموس هذا ديال مجدبه ديال مجدبه اه باقا عندهم جوده باقا عندهم الحمد لله واخا داك كيداويو اه ربما حتى بقى اللي كيداويو بزاف ديال المصاريف ولات عندهم على اه شيك تزيد كتا هو زاد زائد المازوت تا هو زائد المازوت راه 17 درهم
رسالتك للناس المسؤولين على البلاد؟ هو تكيسوا علينا، تكيسوا علينا، هادشي اللي نقول لكم. عندنا جوج ديبلومات، جوج بيرميات قدامي الفجر، عاد فعلا السيفيات شاينا وجينا هنا، هادشي كيسوا علينا وصافي.